أنا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة توقف فيها عند الجدل والتساؤلات حول فزعة الإرهاب وبقايا الإرهاب ودلالات تعيين تبون لبوجرة سلطاني وكمال بوشامة في مجلس الأمة، واليوم 49 لإضراب الحرية والكرامة والملف الحقوقي. يتجدد مع كل قرار السؤال الذي يطرحه المتابعون بخصوص فكرة الجزائر الجديدة، وهل هي حقيقة يعيشها الجزائريون فعلا أم إنها وهم تروج له السلطة إعلاميا وتقرر كل ما يناقضه فعليا؟ وتظهر مسألة توجه السلطة للتركيز على إعادة رسكالة اختيارات وجوه نظام بوتفليقة الذي تصفه بالعصابة في موقع المسؤولية المتقدمة تناقض السلطة مع خطابها المبشر بجزائر جديدة. ومع عودة كمال بوشامة وأبو جرى سلطاني وقبلهم إطارات ووزراء ومدراء عامون خدموا مرحلة بوتفليقة، إلا قرارات تدخل في سياق استمرارية النظام وإعادة رسكلته بنفس الوجوه وذات الممارسات مثل ما يرى المتابعون. خيارات تزيد حسب المتابعين من توسيع هوة الثقة المفقودة أصلا بين السلطة والشعب في الجزائر، وتثبت مرارا بعد فكرة الجزائر الجديدة عن الواقع اليومي للمواطنين المتدهور حقوقيا واقتصاديا. ففي الشق الاقتصادي تعيش الجزائر حسب المختصين وضعا صعبا يميزه التراجع المستمر للقدرة الشرائية والندرة المتواصلة في المواد الاستهلاكية والارتفاع الجنوني للأسعار، بينما تزيد السلطة من التركيز على التضييق على الحريات وتواصل متابعة الناشطين والصحفيين قضائيا مع فرض تعتيم إعلامي ممنهج في حق السجناء المضربين عن الطعام لقرابة 50 يوما في مختلف السجون الجزائرية. وفي ظل التصحر الكلي للساحة السياسية وغياب النقاش فيما آلت إليه الأوضاع، يبقى مخطط السلطة حسب المتابعين يتمثل في العمل على استمرار النظام باستخدام الرشوة السياسية من جهة، والتخويف من بعبع الإرهاب والخطر المحدق بالجزائر والجزائريين من جهة أخرى. ونبدأ بالجدل والتساؤلات حول فزعة الإرهاب وبقايا الإرهاب. فوسط إبراز إعلامي واضح، أعلنت وزارة الدفاع القبض على 7 إرهابيين والعثور على 8 ميتا وسط وضبط أسلحة وذخائر خلال عملية للجيش في غابة بولاية سكيكدا. وقالت الوزارة في بيان إن قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة زار أمس الأربعاء الفرق المشاركة في تلك العملية، وأشاد شنقريحة بهذا العمل البطولي وأبلغهم تحيات وتهاني تبون. ونتابع ما بثه التلفزيون حول الموضوع. في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بغابة واد الدوار قرب بلدية بن زيد دائرة القلب بولاية سكيكدا بالناحية العسكرية 5، ألقت مفارز للجيش الوطني الشعبي القبض على 7 إرهابيين وعثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 من فبراير الفارط، ثم تم استرجاع 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى. تجدر الإشارة أن الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم في هذه العملية هم لسلوس مداني المكنى الشيخ عاصم أبو حيان المفتي العام للجماعات الإرهابية والذي التحق بها سنة 1994، بالطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النغاسي أمير الجماعة الإرهابية والذي التحق بها سنة 2007، زروق بالقاسم المكنى أبو أنس والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، بلاوي محمد المكنى زرقاوي أبو عبيدة والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، زموري عبد الحق المكنى الحاج
الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003، بن حميدة رشيد المكنى حذيفة والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996، جلال عبد القادر المكنى موسى والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015. فيما تعود الجثة التي عثر عليها إلى الإرهابي زوين محمد المكنى مقداد والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995. النتيجة الباهرة اللي قدمتوها فيما يخص مكافحة الإرهاب، وكنت بحزم وعزم تقاوموا في الإرهاب. عندكم منذ شهر طيحتوا 7 إرهابيين، واليوم كملتوا 8 7 حيين. هذه نتيجة برهنت باللي المجموعة هذه نتاع الإرهابيين اللي موجودة انتهت، كلها دمرت. إذن نهنيكم ونشكركم على هذه النتيجة الإيجابية اللي تحصلتوا عليها. على كل حال الإرهاب انهزم، الإرهاب انهزم، انهزم بفضل وقوف ولاد الجزائر. ما كانش حتى دولة أخرى يعني دعمتنا فيما يخص مكافحة الإرهاب، وهذا كل جزائري والأجيال المقبلة لازم تفتخر. معنا في النقاش أستاذ سعد بوعقبة الكاتب الصحفي. أستاذ سعد بوعقبة تتابع معنا وتسمع، ما رأيك شكلا ومضمونة؟ طبعا اليوم في وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة بشكل واضح كان هناك إبراز لهذه الصور، لهذه التصريحات وسط جدل وتساؤلات. الإرهاب انتهى، ولكن دائما الإبراز لهذا الإرهاب والبقايا الإرهاب. والله على الأقل وسائل الإعلام لقيت هذه المرة موضوع يمكن تكلم فيه بدون خجل وبدون ما يحمر وجهه. لكن الجانب الآخر في الموضوع هو أن إذا انهزم الإرهاب بهذا الشكل بعد حوالي 30 سنة، يعني ثلث قرن، هذا يطرح سؤال: هل الإرهاب اللي يقعد ثلث قرن عنده علاقة بالمعركة السياسية اللي بدأت قبل 30 سنة، ولا عنده علاقة بالمشائل الاجتماعية والاقتصادية اللي راهي قائمة واللي هي اللي تموج الإرهاب؟ لما نسمعوا باللي كاين ناس طلعوا في 2007 أي بعد المصالحة الوطنية، هنا تطرح المسألة بجدية حول جدية السلطة في احتواء منابع الإرهاب، وليس الإرهاب فقط، منابع الإرهاب. لازم تجفيف منابع الإرهاب، هذا هو لنحي الإرهاب الحقيقي يعود ما كاينش، وإلا سنجد أنفسنا مستقبلا أيضا أمام ناس أخرين يطلعوا الجبل باسم الإرهاب، وما بالحقيقة يطلعوا باسم قضايا أخرى اجتماعية عندها علاقة بالمظالم وعندها علاقة بالمشاكل المطروحة بالمجتمع واللي ما تكفلتش بها السلطة. في المقابل ما رأيك، هناك من يقول أنه هل أيضا ربطا بهذا الموضوع، هل هو تحويل أنظار كذلك وإبراز لفزاعة الإرهاب أمام المشاكل الاجتماعية والوضع السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد؟ ما نجمش نقول هذا، لأن هذه فيها معارك وفيها ناس ماتوا، ما يمكنش تكون مبرمجة. يعني نجم نقول كاين حوايج تكون مبرمجة، لكن مثل هذه لا أعتقد أنها مبرمجة، لأنه لا يمكن برمجة موت يعني بالشكل هذا. اللهم إلا إذا كانت البلاد دخلت في مرحلة ما فيهاش منطق خلاص. طيب ما هو المنطقي والغير المنطقي أستاذ سعد بوعقبة في موضوع الإرهاب؟ والحديث أنه انتهى الإرهاب، ولكن
يبرز بهذا الشكل الإعلامي. أنت قلت لا هناك ما يبرره، هناك وقائع على الأرض. في مقابل طبعا الكثيرون يطرحون هذه التساؤلات دائما عن الإرهاب وبقايا الإرهاب التي تبرز إعلاميا بهذا الشكل. هاني قلت لك إذا كان هذا الإرهاب مع المجموعة هذه الأخيرة معناها ما نزيدوش نشوفوا إرهاب آخر، هذا يعتبر إنجاز. لكن إذا كان الإرهاب ما عندوش على طابع سياسي، يعني ما عندوش علاقة بالأزمة اللي وقعت في التسعينات، عنده علاقة بأزمة تسيير البلاد والمظالم الموجودة سواء على مستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على مستوى، لأن لما نشوفوا ناس الآن يزج بهم في السجن بناء على مواقفهم في الفيسبوك ولا آرائهم، هنا يبين باللي الأمر ما عندوش علاقة بال ما عندوش علاقة بمطالب سياسية، عنده علاقة بتأزم في المجتمع اللي راه يدور. لأن الآن مظالم راه تقع في البلاد، مظالم اقتصادية ومظالم سياسية ممكن تؤدي إلى نوع آخر من الإرهاب ما شفناهش في التسعينات. يعني هذا إذا كان لهم ارتداد للإرهاب تاع التسعينات ممكن نعرف إرهاب يختلف عن الإرهاب الموجود في التسعينات. طيب ما ايضا لافت انه هؤلاء الناشطين الذين يتهمون بقضايا ارهاب بان رغم انهم نشاطهم سلمي، بينما بالعكس الذين تورطوا في الارهاب يستقبلون في ليستشاروا في رئاسه الجمهوريه. الا تبدو مفارقه اذا ربطنا ما كنت تقول بالتسعينات وبالحاضر؟ لا، هو المنطقي أن السلطة إذا كان المؤسسة العسكرية تفتخر بأنها عالجت موضوع الإرهاب المسلح سواء بالمصالحة الوطنية ولا بالمقارعة في الميدان وانتصرت نسبيا عليهم، وإن كان المدة كانت طويلة بزاف ثلث قرن، مسألة غير مقبولة بالمرة، ولكن أيضا هنا يبين باللي الشق السياسي والاقتصادي اللي ينهي هذه المشكله من اساسها لم يتم. الان ما زال المجتمع متازم اقتصاديا، ما زال المجتمع متازم سياسيا، بل بالعكس المؤسسات السياسيه اللي كانت موجوده في التسعينات انتهت الان. يعني الاحزاب السياسيه انتهت والمجتمع المدني انتهى، والدليل على هذا النوعية تاع التعيينات اللي رانا نشوفوها في مجلس الأمة. يعني انتهت الأحزاب والعلاقات الشخصية هي اللي تعين الناس، والعلاقات العائلية والمصالح وفي أحسن الحالات الجهوية. يعني فعلا الأمور، نعم أسمع فيها، يبقى معنا أستاذ سعد بوعقبة. انضم إلينا في النقاش الدكتور سيف الإسلام بن عطية ناشط السياسي. دكتور بن عطية، ما رأيك في هذا الجدل؟ فزاعة، إرهاب، بقايا إرهاب، أم هناك وقائع على الأرض كما كان يقول السيد سعد بوعقبة؟ مساء الخير لك ولضيوفك ولكل المشاهدين الجزائريين. قضية الإرهاب أعتقد أنها من القضايا التي حولها إجماع في المجتمع الجزائري، حول محاربة هذه الظاهرة وحول المعاناة التي عانها الشعب الجزائري من هذا التطرف الذي أوصل البلاد إلى حمام من الدماء. الآن نتحدث عن مجموعة معزولة تم القضاء عليها حسب بيان يعني وزارة الدفاع، لأنه اليوم هناك مجموعات معزولة حتى يعني ماديا أو حتى عملياتيا هي معزولة، هذا واش تحدث عليه البيان. لكن الشيء الذي استوقفني في البيان هو أن هناك من التحق بالجماعات سنة 2015 وهناك من التحق سنة 2012، وهنا ما يطرح إشكال حول تجفيف منابع الإرهاب، أي أن أسباب التطرف لدى الشباب الجزائري ما زالت موجودة وتتعلق أساسا بالأسباب السياسية، الأزمة السياسية لم تحل بعد في البلاد،
بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا العنف الذي يتطور في بعض الأحيان من لفظي إلى نصل حتى إلى العنف الموجود داخل المجتمع. لبعض الأحيان نشوفوه في الملاعب، نشوفوه حتى في المجال السياسي، وكنا نتحدث منذ قليل حول قضية التطرف في مواجهة الخصوم، وهو اليوم تكتب مقال تواجه بالإرهاب. يعني حتى عملية تمييع الفعل الإرهابي هو ذو خطورة. يعني لما اليوم تولي تقارن بين شاب متهم بالانتماء إلى جماعة رشاد أو أنه كتب مقال هنا أو هناك، هو اليوم يتساوى في الأحكام القضائية مع هؤلاء الدمويين، شيء غير معقول يعني. طيب ماذا في مقابل عن من يطرح في النقاش أنه أيضا هذا الإرهاب؟ فالزاعة كذلك ترفع مع الاحتقان السياسي. أعتقد أن السلطة تجاوزت مرحلة الاحتقان السياسي التي كانت سائدة أيام المسيرات الشعبية وأيام الزخم الشعبي وأيام يعني تنظيم الانتخابات. السلطة حاليا نستطيع أن نقول أنها بقبضتها الأمنية الشديدة، بغلقها للساحة السياسية، بإحكام القبضة على وسائل الإعلام، خلقت نوع من السيطرة ليس لها يعني الحاجة إلى هذا النوع من البروباغندا اللي هو خطير جدا. فلا أعتقد أن العملية تتعلق أساسا ببروباغندا للتخويف أكثر منها استعراض للقوى وإظهار أن ما زال يعني هناك سيطرة. يعني نعود نكرر أن قضية المسائل الأمنية، التهريب ومكافحة الإرهاب والمخدرات، هذه مسائل تكون معارض أو مع السلطة لا نختلف حولها بتاتا، نحن نختلف في مسائل أخرى. أما قضايا الإرهاب خاصة في الفترة الحالية التي تشهد استقرارا ملحوظا لمنظومة الحكم وسيطرة أمنية، هم يعني غير حاجة يعني الخوض في مسألة مثل هذه واستغلالها إعلاميا وسياسيا من أجل يعني تخويف الجزائريين. المادة 87 المكرر فقط هي اليوم من تصنع التخويف الحقيقي، بأنه تكتب مقال، بأنه يمكن في أي لحظة يزج بك بجناية الانتماء لجماعة إرهابية وتصبح متساوي مع هؤلاء الدمويين. طيب ولكن في المقابل ماذا من يقولون أنه من المادة 87 المكرر والحديث السلطة وتسويق أن هناك إرهاب رسالة إلى الخارج؟ هو الإرهاب موجود، نحن نحارب الإرهاب. من يطرح هذا الطرح ما ردك عليه؟ أعتقد أنه مؤخرا رئيس مجلس حقوق الإنسان راسلت السلطات الجزائرية بضرورة إلغاء المادة 87 المكرر، أي أن يعني المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية أو حتى الأمم المتحدة أو البرلمان الأوروبي غير مقتنعين بهذه المادة ويعتبرونها مادة مطاطية، استعمال غير ما في محله لتهمة الإرهاب. فلهذا يعني طالبوا السلطات الجزائرية في مراسلات رسمية بضرورة إلغاء المادة 87 المكرر، وأن الأمر يتعلق بتصفية خصوم سياسيين واستعمال الإرهاب الذي هو الآن ظاهرة عالمية، يعني يحاربها كل العالم ولها معايير محددة اليوم لا تتناسب مع الأفعال التي يعني يحاكم من أجلها هؤلاء الشباب، وطالبت بشكل رسمي. إذن قضية فزاعة الإرهاب واستعمالها بهذه الطريقة، لا أعتقد ذلك. السلطة اليوم متحكمة يعني في أمنيا في القضايا السياسية. أما الخارج ما زال يضغط، وهو من طالب بإلغاء المادة 87 عبر مراسلات رسمية. أستاذ سعد بوعقبة، ما رأيك في هذا البعد، البعد الخارجي والرسائل إلى الخارج؟ لا أنا أتفق مع الأخ، الحكاية تاع الإرهاب والمسائل هذه مش متفق عليها وطنيا فقط، لا متفق عليها عالميا أيضا. ولكن هذه الحكاية تاع مقارعة الإرهاب الحقيقي في الميدان كما داروا الجيش في شمال قسنطينة، وفي نفس الوقت تقليص هذا الظاهرة المسلحة من بلادنا والحمد لله، ولكن بالمقابل لما توجه تهم للناس بالعشرات ويدخلوا الحبس على أساس أنهم إرهابيين، هم بالحق خمس إرهابيين، هم قالوا رأيهم والرأي ما عندوش علاقة بالعنف، هنا يبين لك باللي
باللي هادو راهي السلطه نفسها راهي تحضر في راي عام بنوع جديد من الارهاب ما كانش موجود. يعني انا لا انا اختلف مع الاخ لما يقول باللي السلطه انتصرت في حكايه التأزم اللي كان موجود في الشارع. والان العكس، لما كان الشباب يخرج للشارع ويتظاهر وسمحت له السلطه انه يتظاهر كان ينفس على روحه، وفي نفس الوقت لكان تلاحظ ان مظاهر التنفيذ على 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 في التعبير انه فتح امل للشباب انه ممكن يلقى مستقبل افضل، بطل ما يحرقش، بطل ما يديرش العنف، بطل ما يفكرش في في في, في مقارعه السلطه بوسائل غير الوسائل السلميه. الان لما تضيق عليه راح يروح يرجع للمسائل الاخرى. وهنا انا ارى انه خطوره مواجهه الشعب والشباب بصفه خاصه للسلطه الان اخطر من مواجهتها لما كانوا يمشيوا في الشارع ويعيطوا ضد السلطه، لان حقيقه الخطوره الان اكبر من الخطوره اللي كانت لما كان الشباب يظهر في الشارع. وهذا خطا فادح من السلطه لما تحنط المجتمع ما تعطيلوش حقه في التعبير على نفسه، سواء في بالمظاهرات ولا في وسائل الاعلام، حتى غلق وسائل الاعلام في وجه الشباب وفي وجه الناس من التعبير. طيب. يعودوا يفكروا في قضايا اخرى غير التعبير السلمي. وهنا الخطوره الشيء اللي يديره السلطه ضد نفسها في الوقت الحالي خطير جدا، اخطر من الظاهره اللي كانت موجوده لما كان الشباب يظهر في الشوارع. طيب، ولكن حتى في موضوع الحراك استاذ سعد بوعقبه، اليس لم يتم اخراج فيلم كذلك الدحدوح حينها فيما يخص رشاد او الماك، دحدوحين في الحقيقه، ومحاوله ربط السلميه باخراج بدا رديئا، يعني بدا رديء التسويق. يعني هاني قلت لك راك تعاود بنفس الكلام اللي قلت لك انا الخطوره هو هذا المنحى، لما ناس عاديين يمارسوا حياتهم السياسيه يعبروا على 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 امورهم في الاطر النظاميه بمظاهرات منظمه في الشارع وسلميه، تحملهم مسؤوليه انهم ارهاب، يقول لك ما بقاش يعني فيها هضره. يعني ان السلطه ما بقاش معها هضره مع الناس، ما بقاش قابله حتى للمعارضه السلميه. فواش تطرح بدل المعارضه السلميه معارضه اخرى، والعياذ بالله. يعني مستوى التحليل تاع السلطه السياسيه الموجوده الان في البلاد، سواء على المستوى العسكري او على مستوى الرئاسه وعلى مستوى الحكومه وعلى مستوى الاحزاب او بقايا الاحزاب، راهي هابطه جدا وما فهمتش واش يجرى في المجتمع. كان من المفروض انها تترك المجتمع ينظم نفسه في احزاب. هي تعتقد باللي اذا ما تنهي ظاهره الاحزاب تنتصر. هي في الحقيقه لما تنهي ظاهره الاحزاب تليفري الشعب لوسائل اخرى لا تحمد عقباها، اقلها الانزلاق نحو العنف. هذه خطوره كبيره. ايضا التازم الاقتصادي والتازم الاجتماعي الموجود يغذي هذا المنطقه اللي يتجه للعنف، وما تنجمش تواجهوا السلطه تواجهوا بالتنظيم وبفتح المجال، ما تواجهوش بالغلق وزياده الغلق. لان لو كان تلاحظ المساجين عند بدايه الحراك كانوا مئات، الان راح ممكن وصلوا للالاف، وكره الثلج تكبر. حقيقه السلطه راهي رايحه للمشاكل ما تتخيلهاش، ويخطي من يعتقد باللي الشعب الجزائري يمكن يسلم في حقه. طيب. في انه يسيطر على مؤسساته وينتخبها ويحاسبها. طيب. يعني فعلا هذه الطرق اللي راه يدير فيها السلطه الان، انها تروح للاكاس تجيب لنا ناس بناء على الشيتا ولا بناء على الجهويه ولا بناء على المصاهره ولا بناء على المعرفه ولا بناء على مسائل اخرى ما عندهاش علاقه حتى
بالقضية السياسية ولا بالقضية القانونية الموجودة بالبلاد، يعني خارج الأطر يجيبوا لنا الناس هذو. سناتي لهذا الموضوع أستاذ سعد بوعقبة، ولكن نسمع رد دكتور سيف الإسلام، ما رأيك فيما طرحه الأستاذ سعد بوعقبة؟ في كثير مما قاله الأستاذ سعد بوعقبة، لكني لم أقل إنه السلطة مسيطرة، هذا شيء إيجابي. أنا قلت إنه منابع التطرف التي كانت موجودة لم تجفف، قلت إنه المشاكل السياسية لم تحل، المشكل الاقتصادي ما زال مطروح، مشكل العنف كظاهرة مجتمعية من المدرسة إلى الملاعب ما زال مطروح. اليوم بالعكس، أنا أرى أن هذه الصورة تعري بروباغندا السلطة. هل يعقل أنه محامي مثل شكيب أرسلان الذي أمضى أكثر من 30 سنة كمحامي وهو معروف وحقوقي، هل يعني يتساوى هو وهؤلاء الدمويين؟ هل يمكن أنه يحاكموهم بنفس التهمة وهي الإرهاب؟ هل يمكن أنه يوقفوا أمام نفس القاضي في محكمة جنايات ليدافع عن نفسه هو إرهابي ويأخذ يعني نفس الأحكام مثل هؤلاء؟ مش معقول. اليوم بالعكس، هذه الصورة أعتقد أنها تعري المادة 87 مكرر، التي يعني يجب على السلطة أن لا تساوي بين هؤلاء الدمويين وبين المناضلين السياسيين الذين يعارضون السلطة بشكل سلمي وبطريقة متحضرة. يعني مش معقول اليوم نقدر نقول أنه بهذه الطريقة السلطة حتى المادة 87 فقدت أي مصداقية لوجودها، لأنه مش معقول أننا نساوي بين من يناضل سياسيين وبين من يحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة. الآن قضية هل هذا الغلق جيد أو غير جيد، السلطة جربت الغلق بعد أزمة التسعينات، اعتقالات عشوائية، هناك عندنا آلاف الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها اللي راهي اليوم حتى السلطة اعترفت بجزء منها عبر قانون المصالحة. هل انتهت يعني هذه السياسة القمعية والغلق الإعلامي وحل الأحزاب وحل الجرائد وغلق الإعلام، هل انتهى يعني لصالح السلطة؟ بل انتهى بكارثة للجزائر ككل، انتهى بحوالي 200,000 قاتل، انتهى بتفكك النسيج المجتمعي والنسيج الاقتصادي وتدميره، الإساءة لصورة الجزائر. يعني في نهاية المطاف منهم في السلطة يعلمون أن سياسة الغلق قد تفيد لمرحلة معينة من أجل تكسير ديناميكية الشارع، لكن لا يمكن إلا أن تنتج كوارث على كل الأصعدة الاجتماعية السياسية أو حتى الاقتصادية. اليوم قل لي بربكم، كيف لسلطة أن تقنع يعني المستثمرين، ونحن نعلم أنه رأس المال جبان، أن يأتوا ليستثمروا في دولة الإعلام فيها مغلق، الناس تسجن بسبب يعني مقالات، الأحزاب السياسية لا تعتمد، الإعلام مغلق، العدالة يعني يتم تحريكها يعني كما تشاء السلطة، القوانين تتغير وفق أهواء السلطة، قانون مالية يلغى بتعليمة. كل هذا الأمر يعني أن سياسة الغلق لن تفيد لا السلطة، ولكن السلطة في المقابل متهمة بأنها تلعب هذه اللعبة، بالعكس أنها ترحب بهذه الأجواء المشحولة لتؤكد وجودها ومبرر وجودها بفزاعة الإرهاب. بالعكس، السلطة يعني فزاعة الإرهاب كان يعني يمكن استعمالها في أجواء أخرى، في يعني في مناخ آخر. اليوم بالعكس، يجب على السلطة الجزائرية في ظل الأزمات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية وحتى يعني نوع من البرودة في التعامل مع السلطة الحالية خارجيا بعد الحراك، يعني أنه تحاول أن تعطي جو من الاستقرار ومن الأمن الموجود في الجزائر. هذه الصور لا ترسل هذه الأجواء. يعني علاش قلت يعني في بعض الأحيان أعتقد أنه صانع القرار لا يمتلك الرؤية الشاملة في تصرفاته، كثير من التصرفات الخاطئة التي خرجتها السلطة بنية، ولكن في نهاية المطاف يكون لها أثر عكسي على الساحة. وهذا ما سنناقشه في المحور المقبل وأصحاب القرار والتعيينات في مجلس الأمة. فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. نقطة
مقتضى أحكام المادتين 91 الفقرة السابعة و 121 الفقرة الثالثة من الدستور والمرسوم الرئاسي الموقع اليوم 13 شعبان 2443 هجري الموافق ل 16 مارس 2022، عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كلا من السيد كمال بوشامة والسيد أبو جرة السلطاني عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي. إذن تم تعيين أبو جرة السلطاني وكمال بوشامة الوزيرين السابقين. من الأرشيف عملية رسكلة حتى لهذا التعيين، وبشكل خاص كثير من التعليقات والتصريحات الموثقة لأبو جرة السلطاني بشكل خاص التي تم إعادة تحيينها إن صح التعبير ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت تعليقا على آخر التعيينات من قبل تبون في مجلس الأمة، طبعا في مقابل الإشادة بموقف واحدة من أيقونات الثورة التحريرية جميلة أبو باشا التي رفضت تعيينها عضوا في مجلس الأمة. نستمع في المقابل أبو جرة السلطاني وتقلبات في التصريحات. دفع إلى أن تكشف أوراق لم تكن لتخطر لأحد على بال، يعني قبل 22 من فبراير من السنة الجارية لو سئل أي جزائري ما تقول في فلان لقال خيرا، وما كنا نتصور إطلاقا أن رجال بمستويات عالية وبمسؤوليات ثقيلة وبإيرادات قوية وبتاريخ شئنا ما بينا يحصل منهم نوع ثلم الثقة التي كانت قد وضعت فيهم من قبل شعبهم. سقطت الثقة، وإعادة بناء يحتاج إلى سنوات، ربما يحتاج إلى أجيال، ليس جيلنا ولا الجيل الذي يأتي بعدنا، ربما الجيل الثالث في 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 بداية القرن المقبل. ماذا شيخ قلت على سلال بأنه ولد في ورجل محظوظ وولد في فمه ملعقة من ذهب؟ صحيح. كيف؟ لأن سلال بطيبة قلبه ومزاحه وأرياحيته ما عندوش تطلعات، ما عندوش سقف. سلال ما كانش لو كون ترجع لسلال قبل 20 سنة تقول له وش رايك تكون وزير يقولك مستحيل، يقولك أنا سوبريفي، أنا رئيس دائرة، ومن بعد لما ولا والي تقولك بلي ماهوش ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولد ومعه الحظ، ولد معه الحظ، رجل محظوظ ربي أعطاه على قلبه الله يزيده، وأنا أعتقد بلي يصلح الجزائر. يصلح للجزائر؟ يصلح حتى فوق منصب وزير أول؟ يصلح للجزائر كرئيس جمهورية؟ يصلح للجزائر، سلال يصلح للجزائر. نعم، يستحق منصب سامي في الجزائر، يستحق أن يكون وزيرا للمحروقات كما كان وزير الطاقة والمناجم أو الطاقة على الأقل، ويستحق أيضا أن يكون وزير أول. لماذا لا؟ حياته كلها كرسها ويعرف عنده علاقات، شبكة علاقات واسعة، فإذا كان يعني أسنيت إليه حقيبة الطاقة وإلا الطاقة والمناجم أو الطاقة والمناجم وغيرها في هذه الظروف إذا يجيب لنا الخير مرحبا به. مدام ابن الجزائر وخدم مدة طويلة في الجزائر وفي عهده وصل برميل النفط إلى 110 دولار للبرميل، إذا كان قادر يجي ويجيب لنا الخير معه مرحبا به، طالما لا توجد أي قضية في أي محكمة لا في الداخل ولا في الخارج. ماذا يفيد وترشح بوتفليقة للجزائر بعد خمسة؟ هو ابن الجزائر، وإذا كان المجلس الدستوري لا يمنعه، إذا كان الدستور نفسه لا يمنعه، إذا كان القانون الانتخابي، القانون العضوي الانتخابي لا يمنعه، فمن حقه، وهذا الكلام يقوله المجلس الدستوري ولا أقوله أنا، والكل يقول تقريبا إذا أبدى السيد رئيس الجمهورية رغبة في أن يستمر لا أحد ينافسه. لماذا؟ لأنه حينما يبدي الرغبة، بل قبل أن يبدي الرغبة سوف الآن تسانده 4 أو 5 أحزاب، ثم سوف تسانده النقابات والجمعيات والاتحادات والمنظمات والمجتمع المدني. يقول ربنا عز وجل في سورة الصفات: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. يعني سورة القرآن الكريم وسورة ما رأيناه في البليدة متطابقة تماما. قفوهم إنهم مسؤولون، أوقفوهم مسؤولون وسوف يسألون، ما لكم لا تناصرون،
لماذا لا تجدون أنصاركم؟ ما سمعنا أحدا ينصرهم حتى الذين كانوا صحيح. حتى الذين كانوا يسبحون بحمدهم. ثم إن ربنا عز وجل يبين لماذا هم اليوم مستسلمون، لأن الإنسان لما يقع ينسى ما كان يزعمه أو يستشعره من ربوبية فيستسلم تماما. الصورة التاريخية بكل المقاييس، الصورة التاريخية، لأنه لم يحصل في تاريخ الجزائر ولا يخطر على بال الجزائريين أن يأتي يوم يمكن أن يجر فيه من كان يجر. لا، من حنش مرحلة تاريخية فاتت، مرحلة سياسية فاتت، ولكن نقول أن الجزائر ضيعت فرصة، ضيعت فرصة ثمينة في أن تعيد هيكلة نفسها ودولتها في ظل التحالف. يمكن أن تتكرر هذه الفرصة؟ ما نظنش، بعيد، نحتاج إلى بعض الوقت. أنا نقول لك باللي السيد عبد العزيز بوتفليقة كانت عنده فرصة ثمينة بين 2004 إلى 2010، كانت عنده 6 سنوات ذهبية. لو أنه أراد أن يعيد، في الفضية ولا البرونزية؟ الآن نحن في البرونزية. كنا في سنوات ذهبية بين 2004، الشعب كان معاه، التحالف كان قوي، الباترونة كانت معاه، يعني البترول كان طالع، الأمطار كانت تتساقط، امتلأت السدود، الناس فرحانين. إذن كان هذا كوكتيل تصريحات أبو جرة سلطان الذي عينه تبون عضوا في مجلس الأمة مع كمال بوشامة آخر المعينين. طبعا وآخر مقطع كان يتحدث مع من هو الآن المتحدث باسم الرئاسة، رئاسة الجزائرية، وتصريحات أبو جرة السلطان التي استعادها المعلقون الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استعادوا صورة تصريحات. نتابع مثلا هذا التصريح لأبو جرة السلطاني عن طرطاق الذي يصفه بأنه عارف بخبايا الجهاز وهو رجل مرحلة. طبعا في المقابل كان في الفيديو يستشهد بآية عندما تم اعتقال طرطاق وسعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، واستعاد الجزائري وكذلك حتى صور قديمة لأبو جرة السلطاني عندما كان يتحدث وينصر كتب تبنى إلى الله. انضم إلينا في النقاش الآن عبر خدمة سكايف من الجزائر محفوظ بدروني، نائب رئيس جمعية المكافحة الفساد غير المعتمدة من قبل سلطات. كنت تتابع معنا كما يتابع المشاهدون هذه التصريحات لأبو جرة السلطاني الذي عينه تبون عضوا في المجلس الأمة. ما قراءتك؟ ما دلالات هذا أبو جرة السلطاني وكمال بوشامة وإعادة رسكنتهما كما علق المعلق؟ شكرا لكم أولا على الاستضافة، وتحية لك ولضيفيك الكريمين. قبل أن أجيب عن سؤالك، يعني أود أن أوضح أن يعني ما معنى يعني مجلس الأمة. يعني مجلس الأمة هذا هي هيئة تشريعية مستحدثة بموجب يعني دستور سنة 1996، وهي الغرفة العليا للبرلمان، والبرلمان يتشكل من غرفتين، غرفة سفلى وغرفة عليا، والمجلس الأمة هي الغرفة العليا، وهي يعني مكونة من منتخبين محليين ومن ثلث يعينه رئيس الجمهورية. وقد استحدثت هذه الغرفة لكي تكون حجر عثرة ويعني سد مانيع لأي محاولة من من الغرفة السفلى وهو المجلس الشعبي الوطني، يعني الخروج عن بيت الطاعة واستصدار تشريعات وقوانين لا تروق إلى السلطة. وبالتالي يعني استحدثوا هذه الغرفة الثانية لكبح جماح الغرفة الأولى وعرقلة أي قانون يعني لا يروق للسلطة، وذلك عن طريق إحداث الثلث المعطل، لأن في وإقرار ضمن الدستور أن أي قانون لكي يصبح يعني يصبح معتمدا ومصادقا عليه لابد أن يحوز على 3/4 يعني الغرفة العليا وهي مجلس الأمة. ومجلس الأمة يعني كما هو يعني تسمية شائعة عنه هو مجلس الشيوخ، ومجلس الشيوخ موجود في عديد من الدول الديمقراطية، وهو يعني في غالب الأحيان في الدول الديمقراطية الفيدرالية، ويلعب دور كبير في إحداث التوازن التشريعي بين يعني بينه وبين مجلس النواب، وله دور
وهو في غالب الأحيان يعني يكون أعضاؤه منتخبين إما مباشرة من قبل الشعب أو من قبل البرلمان أو من قبل المجالس المحلية بدون تدخل للسلطة التنفيذية أو رئيس الدولة لتعيين أفراد وأشخاص يعني له مقاربين منهم في ضمن هذا المجلس. وغالبا ومن أهم مهام هذا المجلس مجلس الشيوخ هو أنه يعني عنده يعني سلطات واسعة في مجال الرقابة وفي مجال الموافقة على التعيينات في المناصب العليا للدولة وفي التشريع ضمن يعني في المسائل ذات القضايا المحلية. هذا باختصار يعني فيما يخص يعني مجلس الشيوخ. أما نحن فكما قلت سابقا يعني هذا يعني الهدف تاعه هو تعطيل والوقوف سدا منيعا في أي محاولة خروج المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى عن يعني عن تعليمات ولا عن الإطار الذي وضع له وربما يستصدر من تلقاء نفسه أو يعدل مشاريع قوانين يعني كانت معدة سلفا في اتجاه لا ترضى عنها السلطة. وبذلك يعني عمد يعني كل الرؤساء على اختيار عناصر منتقاة بعناية فائقة وضمها إلى هذا المجلس لكي تؤدي هذه الوظيفة. هذا أولا. ثانيا هي عبارة كذلك عن رسكلة لأشخاص أدوا يعني خدمات جليلة للنظام القائم ووقفوا بجانبه وسندوه في كل مراحل التي يحياها. ثم يعني هو يعني نوع من المكافأة والمنحة على ما يكافأ مثلا كمال بوشامة وزير من في عمره تقريبا 80 سنة على ماذا يكافأ؟ يعني صراحة الواحد أنا مثلا عندي عمري 51 سنة عندما كنت طفل كنت أشاهد كمال بوشامة وزيرا في التلفزيون بالأسود والأبيض مثلا على ما أذكر. ماذا يمكن أن ماذا قدم من خدمة بقرة سلطاني والذي كنا نسمع إلى تقلباته؟ كان يمدح في سلال في شاكيم خليل في بوتفليقة. ماذا أي خدمات قدمها ليكافئ وزير عنده تقاعد أكيد 100% يقود 50 مليون مثلا؟ ولسنا ندري إذا كنت تعرف إذا ما عين في مجلس الأمة سيأخذ مرتبا إضافيا مثله مثل الوزير السابق كمال بوشامة أم من؟ سؤال لي؟ نعم سؤالي لك أستاذ. هو المكافأة على الخدمات بين قوسين جليلة يعني أن هؤلاء كانوا جزء من النظام في مرحلة من المراحل يعني وبالتالي يعني هم يعني وقفوا وأدوا ويعني سياسات ونفذوا سياسات طلبت منهم يعني. نعرف احنا الوزير يعني في الجزائر يعني ما عندوش يعني صلاحيات يعني وهو ليس مستقل في اتخاذ القرار وليس له أصلا يعني السياسة يعني هو الذي يضعها وينفذها. وانا ادل على ذلك يعني كثير من بعض الوزراء اللي ارادوا يعني الخروج عن الخط يعني تم اقالتهم بدون يعني بدون حتى احترام المعايير المعمول بها في الدول المحترمه. وبالتالي هم هؤلاء يعني منذ يعني انخراطهم في العمل السياسي ودخولهم دوالي بالسلطه كانوا دائما مع 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 الواقف كما يقولوا مع العصبة الحاكمة يعني وكما تقول يعني الآية ولو احنا نحورها يعني مع العصبة التي إذا استحكمت لعنت أختها. وبالتالي هم دائما مع الواقفين وهذا هو هذا هو الولاء يعني هذا يعني جزاء للولاء الذي أبداه كثير من الناس الذين تم تعيينهم في هذا المجلس يعني يعني هذا ما اريد ان اقوله في هذا. اما قضيه الاموال ربما الاموال لا تغريهم الاموال ولكن تغريهم المناصب وكذلك تلك يعني السمعه عند الراي العام وعند يعني الاقارب والاهل والعشيره والقبيله وغير ذلك والجهه يعني ربما هذه كان كثير ما يهتمش ولا لا يراعي ولا يعطي اهميه للمال ولكن يعطي اهميه لهذا المنصب وهذا يعني الشيعه كما يقولوا عندنا في طيب يبقى معنا محمود بدروني. استاذ سعد بوعقبه ما رايك؟ تبون يعين كمال بوشامه الى من الارشيف رجل من الارشيف
وبقرة السلطاني في مجلس الأمة. طبعا الذي رفضت تعيينه مثلا مؤخرا جميل أبو باشا. هو تحبني أقول لك الصراحة، هو كل واحد يحترم نفسه ما يقبلش يكون عضو مجلس الأمة في هذا الظرف. ولكن نذكرك برك هذا مجلس الأمة عندما طرحوه في الدستور تاع 96 صار نقاش حاد، وأنا شاركت فيه في ذلك الوقت بمقالات حول ما هي الحكمة من إسناد كل تعيين أعضاء مجلس الأمة للرئيس. جماعة الرئيس في ذلك الوقت كان مطروح، قالوا باللي والله احنا كاين كفاءات ما تسمح لهاش الشعبوية باش تنتخب في مجلس الأمة، وبالتالي تسند القضية للرئيس أنه يخير زبدة المجتمع والكفاءات يعينها، وهذا دور إيجابي للثلث الرئاسي، أعطاه هذا التفسير الإيجابي للثلث الرئاسي. اللي يحصل الآن هو أن ما عادش زبدة المجتمع وخيرة المجتمع، ولو أرذل الناس هم اللي يتعينوا، سواء أرذل الناس من حيث العمر، ولا أرذل الناس من حيث المسؤوليات، ولا أرذل الناس من حيث السمعة، ولا أرذل الناس من حيث العلاقات. هؤلاء هم اللي يتعينوا في مجلس الأمة، ما همش أحسن الناس. واللي كان يخافوا من الشعبوية أنها هي اللي تطغى على مجلس الأمة وتعيين لهم ناس وتقصي الكفاءات، أصبح الشعب يحاول أنه تعطى له هذا الفرصة ويعين ناس فعلا أكفاء، لأن الأكفاء هم اللي يقصيوا وليس الرداءة، الرداءة هي اللي تسلم. هذه مسألة أساسية. ثم هذا التعيين ولا حق مكتسب للرئيس، والرئيس بطبيعة الحال في حالة بعض الرؤساء اللي ما كانش عندهم قنوات كأحزاب ولا منظمات ولا كذا، ولو يستعيضوا عنها بالعلاقات، يستعيضوا عنها بالشيتا السنداري، يستعيضوا عنها بالمظاهرات، يستعيضوا عنها بالتدخلات، وبالتالي خذات منحة خطير جدا، موش فقط يمس بالمؤسسة، يمس حتى بسمعة الرئيس اللي يعين هؤلاء، لأن فعلا لا 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 الآن الضجة اللي صايرة حول الناس. و دليل آخر على أن الرئيس لقى صعوبات في اختيار الناس هذو أنه يديرها بالتقسيط، كل مرة يعطينا جزء. يعني لو كان عنده فعلا مؤسسات يعني دولة قوية، مثلا أحزاب مدودة ومجتمع مدني منظم ونخب منظمة في 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 اتحادات وفي مهنية وكذا، كان هي اللي تبرزوا الناس. لكن ما الحاجة إلى مثل هذا مجلس الأمة أصلا أستاذ سعد بوعقبة؟ فقط في بلد يقول أن هناك مشاكل، يعني طبيب يأخذ 5 ملايين، طبيب يدرس سنوات والمختص 8 ملايين، بينما شيات بتعليقات الجزائريين يمكن أن يصبح عضوا في مجلس الأمة ويأخذ 30 مليون وميزانيات رهيبة. يعني مجلس الأمة يرأسه شخص في عمره 92 سنة مثلا. إيه طبعا، لما تشوف واحد كيما أبو جرى السلطاني حتى إشعاعه بحزبه مرفوض، فكيفاش يعني واش راح يجيب للرئيس، ولا واش راح يجيب لمجلس الأمة، واش راح يجيب للشعب لما يتعين؟ ويعني مثل الشعب يقول لو كان جاي يحرف ما يبيعوه. لكن بالمناسبة هناك من رأى أنه هي ربما تعيين بقرة السلطاني رسالة أو عقاب بن قوسين، أو رسالة بشكل خاص إلى رئيس حمص، إلى مقري الذي أصبحت له تصريحات ناقدة مؤخرا، ما رأيك فيها؟ وهذه أكبر من أختها. إذا كان الرئيس ولا يلعب بالمؤسسات يرد على الأحزاب، يعني فعلا يعني يلعب بمؤسسات في هذا المستوى
تاع مجلس الامه بالرد على مقري بهذه الطريقه، يعني فعلا بين الخطا. ما هوش ان الرئيس اللي ادب مقري، معناها مقري اللي ادب الرئيس في الحاله هذه، يعني فعلا سوء التقدير في تعيين الناس يدل على ان السلطه راها تواجه صعوبات في اختيار الناس اللي يحترموا انفسهم يخدموا معاه. انا متاكد باللي العديد من الناس اللي قادرين يرفضوا انهم يكونوا في مع هؤلاء في نفس القاعه. طيب. ولكن ماذا عن من طرحه الاستاذ سعد بوعقبه انه هناك علاقه ما شخصيه تجمع تبون ب بقرة السلطاني؟ بالمناسبة ذكر اسمهما مثلا في قضية الخليفة لو تذكر، يعني احتمال الناس تدير الاحتمالات، لكن شوف كل الاحتمالات واردة، الاحتمال تاع المصاهرة مع اي كان من في السلطة كاين زايد كاين موجود، العلاقات الخاصة مع نائب السلطة ايضا، صحبة تاع واحد، صحبة تاع الاولاد، صحبة تاع مصالح مشتركة بيناتهم، كل شيء وارد إلا شيء واحد غير وارد، وهو أن الكفاءة غير موجودة والنظافة غير موجودة و إمكانية أنه يجيب شيء جديد للمجلس الأمة غير موجود. طيب يبقى معنا الأستاذ سعد بوعقبة في المقابل، نسمع تبون ما يقوله. تبون يعتقد بأنه 80% من الشعب معهم. لما نقول المواطن، أنا نقول لكم حسب الإحصائيات وحسب التحريات 80% تاع المواطنين حامدين ربي على السلم الاجتماعي، وحامدين ربي اللي البلاد ما مشاتش للمأساة، لا نتاع ليبيا ولا نتاع سوريا ولا نتاع دول أخرى، حامدين ربي اللي راهم يتحركوا، اللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن، ومئات الملايين تاعهم، ملايين الدولارات تتوزع في الخارج. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي عطى الأوامر؟ شكون اللي وصل الأوامر هذه باش 10 ملايين دولار تخرج في تمشي لفلان ولا فلتان؟ لازم الشعب يعرف كل شيء. ورانا بالمرصاد، ما كونوا مهنيين لا رجعة. ما رأيك دكتور سيف الإسلام بن عطية عندما تسمع هذا الخطاب طبعا، وتعيين هل 80% مثلا من الجزائريين سعداء بتعيين بقرة السلطاني مثلا أو كمال بوشامة في مجلس الأمة؟ المليارات بالمناسبة، تبون يتحدث عن الملايير، هو بقرة السلطاني متهم بتبديد ملايير في وضعهم في بنك الخليفة، حتى تبون نفسه اسمه مذكور في تلك القضية، قضية فضيحة الخليفة للأسف أعتقد أنه حتى الأموال التي يتحدث عنها السيد عبد المجيد تبون كان قد تعهد أمام الجزائريين بأنه سيسترجعها الموجودة في الخارج، ولم نسترجع لحد الآن ولا دولار واحد، فقط حجز الأموال الموجودة خاصة المنقولة والعقارية الموجودة هنا في الجزائر. أما الأموال الحقيقية الموجودة في أوروبا فلحد الآن لم نسترجع ولو دولار واحد بعد أكثر من سنتين لعهدة السيد عبد المجيد تبون، رغم أنه قال أني أعلم أين هي الأموال وأعلم حجمها وأني سأسترجعها. الآن قضية التعيينات، للأسف حتى أنه عبد المجيد تبون حينما كان يشرح الدستور مسودة الدستور للجزائريين كان قد قال أنه ثلث الرئاسة احتفظنا به، ولكن هذه المرة سنغير النمط السائد، يعني الفيديو قد نجده في وسائل التواصل الاجتماعي، وسنأتي بكفاءات حقيقية. الآن عندنا سنتين وهو يعين يعني شخصيات ليس فقط من الأبيض والأسود، يعني شخصيات نسيها حتى الجزائريون. هذه الشخصيات كثير منها من هو مقعد، كثير منها من هو مريض، كثير منها غير قادر حتى على القيام بأموره الشخصية، يعني ولم يحضر أي جلسة منذ تعيينه منذ أكثر من سنتين. هذا هو إهدار المال العام، هذا هو إهدار الفرص، لأنه من المفروض كمؤسسة تشريعية يعني تحسن أو تطور النصوص التي تأتي من الغرفة السفلى، تحتاج إلى خبراء، تحتاج إلى تقنيين،
هل يعني شاهدنا من كل من عينوا من الثلث الرئاسي مداخلة واحدة يعني ذات قيمة علمية في موضوع من المواضيع أثرت به النقاش العام؟ صفر. معظم من يعينون في الثلث الرئاسي لا يحضرون أصلا الجلسات باستثناء بعض الجلسات المتعلقة بالنصاب أو بتعديل الدستور. يعني في نهاية المطاف قضية الولاء للنظام وقضية هذه اللعب يعني بختم الجمهورية من جديد عبر استغلاله لخلق ولاءات هنا أو لتكسير أحزاب هناك، يعني ما زال هو نفس المنطق لكن مع رداءة أكثر وأكثر، وفي ظل يعني خرجنا من يعني لحظة تاريخية اللي هي الحراك اللي خلق ديناميكية كانت غير موجودة. لو نتذكر سنوات يعني حكم بوتفليقة أكثر من 20 سنة وهو يعين رداءات أكثر من أبو جرة وأكثر من أبو شامة كان يتعينوا في 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 مجلس الأمة. ولكن بالمناسبة أبو جرة السلطاني كان طبعا كان وزير عند بوتفليقة مثل ما كان تبون، وكان بوتفليقة إذا ترشح على العودة الخامسة سيفوز كان يقول بوقرة سلطاني، فيما الحديث طبعا عن العصابة وبوتفليقة لم يكن زعيم هذه العصابة، يعني بوقرة يعود في مجلس الأمة، ومن كان يقرأ رسائل بوتفليقة مثلا وزيرا في السعودية. شوف هذه كلهم من تحدثت عنهم مع يعني عدم التشخيص، يعني لا أحب أن أشخص، لكن كلهم يعني هم أدوات لدى منظومة الحكم يعني تسيرهم كما تشاء، هم يعني ليسوا أحرار في قراراتهم وتوجهاتهم السياسية. يعني هناك يعني قاعدة موجودة لدى هذا النظام أنه تبلى إذا كان يعني تم استيعابك داخل منظومة الحكم تفقد حريتك في القرار، ويصبح قرارك السياسي أو لونك السياسي أو حتى إيديولوجيتك أو حتى فتاويك إن كنت رجل دين هي ما يتوجه به النظام بعيدا على من هو في رأس النظام. البارح يكون بوتفليقة اليوم تبون، غدا لو يتم يعني إزاحة تبون من المشهد سيأتي نفسه هذا سلطاني وينتقد تبون. يعني هذا هو المنطق. كنا نتابع في الفيديو استشهد بالقرآن، قال كان لم أكن أعرف معنى هذه الآية تبين معناها لما، وطبعا يزعم أنه يفسر مؤخرا أنه كان يفسر في القرآن أنه معنى الآية عندما شاهد اعتقال سعيد بوتفليقة، الذي هناك صورة زملاء سيريونها المفروض، صورة مع هو مع أبو جرة سلطاني مع سعيد بوتفليقة مثلا، وأيضا كان يمدح في طرطاق رجل مرحلة، فما بالك من الجنرال توفيق مثلا. كل هؤلاء هم أدوات سياسية يستعملهم صانع القرار في الوجهة التي يريد في الوقت الذي يريد، لأنها يعني كما قلنا أنها أدوات مستهلكة ولا تملك قرارها لأنه تم استيعابها داخل النظام. هناك من تم توريطه بالفساد، هناك من له قضايا أخلاقية، هي يعني تشابك كبير يعني يجعل من السياسي هذو السياسي الواجهة ما هما مجرد أدوات. وأيضا هناك عامل آخر، لما ما نكونوش في دولة القانون يصبح النفوذ أهم من المال، يصبح النفوذ أهم من كل شيء. يعني تجد أن الوزير لما يكون في المنصب تاعه كل شيء مفتوح، لما يغادر إلى 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 بيته، وأنا أعرف يعني وزير سابق بقيت حفرة يعني أمام البيت تاعه أكثر من سنة، لما أعاد تم استرجاع استوزاره في نفس اليوم تم تعبيد كل الشارع. هذه هي يعني ما يجعل هؤلاء يحنون للعودة للسلطة دون مقابل. يعني اليوم تكلموا على أبو جرة، أبو جرة لن ينال يعني راتب يعني باستثناء بعض التعويضات القليلة. يعني هل ممكن إذا عندك معلومات توضح لنا أبو جرة السلطاني هو متقاعد كوزير يأخذ 50 مليون مثلا؟ نعم، يعني لما يكتفي بأفضل الراتبين، إذا كان راتب السيناتور أقل من راتب الوزير يحتفظ براتب الوزير كاملا، يعني العمل الذي سيقوم به بدون مقابل. حتى مثلا من كان وزير سابق وعاد يعني الى الى الى, إلى الاستوزار يبقى يحتفظ بنفس يعني الراتب، ما كانش يعني كيميلاسيون تاع الرواتب، يعني ما فيهاش تعويضات وسيارات خدمه. واش قلت لك؟ تعويضات بسيطه بالنسبه الى 50 مليون، يعني سياره وتعويضات على يعني التنقل، ويعني بسيطه جدا مقارنه بالنفوذ اللي هو اساس ليجعل دائما هؤلاء يعودون لخدمة النظام. هو قضية النفوذ، هو قضية أنه لما تكون في داخل النظام كل
كل شيء مفتوح أمامك، العلاقات يعني الإعلام مفتوح أمامك، لما تخرج أو يتم قذفك من النظام تصبح لا تساوي شيء. رئيس طيب. بلدية يمكن أنه لا يستقبلك لما تخرج من منظومة الحكم. طيب معنا دكتور بن عطية، ما رأيك في هذا الصدد أستاذ محفوظ بدروني؟ ما رأيك مواطن الجزائري الذي يتابع هذه المنظومة، المواطن الذي مثلا كان يسمع كمال بوشامة في أرشيف السبعينات أو الثمانينات وزيرا ثم سفيرا، يتم إعادته الآن في مجلس الأمة تقريبا 80 سنة، هو يسمع بوقرة، يعرف بوقرة ويعرف تصريحاته وتقلباته. هذا المواطن الذي يعيش يعاني يوميا، لا يجد سكر ولا الزيت ولا الحليب. نعم، هذا يعني هذا إمعان في إهانة الشعب الجزائري والشباب الجزائري وعامة الناس الذين خرجوا في الحراك الذي سموه هما حراك مبارك، وإنه لا مبارك، نعم وأصيل، نعم أصالة الشعب الجزائري. هذا يعني مفارقة عجيبة، يعني كلما يعني في الدول يعني نرى يعني تقدما نحو تجديد الطبقة السياسية بضخ دم جديد في المؤسسات، يعني سواء كانت التنفيذية أو التشريعية، نحن نخطو خطوات إلى الوراء يعني استرجاع يعني ورسكرة يعني أشخاص يعني لم يقدموا شيئا لهذا البلد، يعني باستثناء انغماسهم في 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 هذا النظام المتعفن الذي ثار عليه الشعب الجزائري في 22 فبراير من عام 2019. وهذا يعني يجرنا الى الحديث عن مغزى من وجود هذه الغرفه هذه تاع السينا، يعني مجلس الشيوخ، يعني هي جعلت اساسا على انها تعمل نوع من الوصايه على المجلس الشعبي الوطني، يعني و يعني حتى تكبح جماحه ولا يمكن يعني ان يمرر اي قانون. ولكن انت تعرف بانه هذا المجلس كذلك مدجن، يعني مجلس الشعب الوطني ما يمكن ان يفعلهم كلهم. نعم هم والطاعه، ولكن هم خوفا من 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 الهاجس اللي يعني راودهم او ما زال الى حد الان من الانتخابات الحره، اول انتخابات حره ونزيهه التي وقعت وحدثت يعني واجريت في عام 1991. طيب. هذا هو الغرض من انشاء هذا المجلس. هذا يقودني الى سؤال استاذ سعد بعقبة، اعذرني استاذ، نكمل فكره فضل. بسيط، هذا يعني ينتهك انتهاكا صريحا مبدا الفصل بين السلطات، يعني في الدول المتقدمه المتحضره يعني ان السلطه التنفيذيه لا تتدخل في السلطه التشريعيه اصلا، لا بالتعيين ولا باعطاء التعليمات ولا الوصاية عليها. شكرا لكم. طيب ابقى معنا أستاذ محفوظ. أستاذ سعد بعقبة، هذا يقودني إلى سؤال، أشار إلى 91 انتخابات، منظومة طبعا حينها انقلبت الانتخابات، حدث ما حدث. أستاذ سعد بعقبة، هل تشاطر مع من يقول أنه بتعيين بمثل هذه التعيينات مثلا هذه دلالة أخرى على أنه نظام منفصل تماما عن الواقع في كوكب آخر، نظام أوتيستي، نظام يعاني ربما مرض التوحد، نظام ترهل إلى هذه الدرجة؟ يعني حتى من يقول تعليقا أنه ربما ما يعرفش حتى إصلاحه، معقول نظام يعين مثلا أشخاص كأنه يستفز في الناس، أم أنه هذا الخطر في أنه هذه المنظومة مثل ما كنت تشير في الجزء الأول في موضوع الإرهاب أنها يعني بالعكس بهكذا تدفع دفعا كأنها يعني تستفز الناس بمثل هذه السياسة فيما تتحدث عن جزائر جديدة؟ أنا في القول لا أصدق أن تبون هو اللي يعين هؤلاء الناس، وإلا ما أعتقدش أنه في كامل قواه العقلية، لأن هادو يجيبهم من لاكاف ومن أسوأ أنواع لاكاف ويديرهم معناها يستفز لاكاف. أنا أعتقد أن الذين أثاروا عليه بهؤلاء إنما داروا له مطب، يعني فعلا ما أعتقدش أنه هذا راح يقولوا أنت ليك كما يقولوا لسمعته، هذا راح يغرفوا من ما عنده من سمعة ويرميوها. وقد رأينا كيفاش محطات التواصل الاجتماعي تعاملت مع القضية.
وموز من هذا برك بمؤسسات الدولة كلها. الحكومة راح كارثة أكثر من نجلس الأمة. يعني فعلا الحكومة الموجودة الآن لا نكاد نسمع لها بوجود. ما عندناش حكومة مكدودة، ما عندناش برلمان مكدود، ما عندناش مجلس الأمة بطبيعة الحال مكدود، ما عندنا حتى مؤسسة مكدودة. وبالتالي الجديدة هذه ولات جزائر جديدة بدون مؤسسات، بدون ما هي موجودة حتى مؤسسة في البلاد. يعني العبء الكبير يقع على الآن على المؤسسة العسكرية. هذه المؤسسة هي اللي عينت الرئيس، وهي اللي عينت عينته الحكومة، وهي اللي عينته البرلمان، وهي اللي تعينته مجلس الأمة، وفي النهاية هي اللي تنكس النتائج من طرف الشعب. يعني في النهاية هي اللي تحمل المسؤولية، لأن السيادة من كل الشعب، ولكن اللي مارسها ما هو الشعب، اللي مارسها هو عين هذه المؤسسات، وبالتالي هم اللي راهم يديروا في المشاكل في البلاد. والآن القطيعة كاملة بين السلطة والشعب، وهذا الظواهر اللي راح تعمق هذه القطيعة وتدفع بالناس إلى اليأس أكثر مما هي يأس، تزيد يأس، وربما تروح إلى 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 ممارسات لا تحمد عقباها. وأنا نكمل واش قالوا تبون من أن الشعب الجزائري 80% يشكر ربي على أنه على أنه ما راحش البلاد تعيش الأمن. بالفعل الشعب الجزائري راه يعيش يقول الحمد لله أننا ما كبرناش، ولا ما وقعناش واش وقع في سوريا، ولا ولكن السلطة بهذه التصرفات راهي تدفع لهذا المصير. فعلا الشعب الجزائري يحمد ربي أنه ما انغمسش في أنواع من العنف اللي وقع في سوريا ولا في ليبيا، ولكن التصرفات على السلطة بالشكل هذا التعيس راهي تدفع الدفع إلى مثل هذه المواقف. طبعا في مقابل تمسك دائما من الجزائري من الناشطين بالسلمية مثل ما يؤكد عليها الحراك. طبعا لو كان ما كان العقلاء في البلاد كان إخلاص. شكرا جزيلا لك أستاذ سعد بوعقبة الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. فاصل قصير ثم نعود ونفتح موضوع الحرية. أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام. إذن إلى محور اليوم 49 اليوم من إضراب الحرية والكرامة وملف الحقوق والحريات. اعتقالات طبعا في المقابل مستمرة، عشرات من الذين بدأوا الإضراب إضراب الحرية والكرامة منذ 28 من جانفي في تزامنا مع أيام إضراب الأيام الثمانية أثناء ثورة التحريرية. عدد منهم طبعا توقفوا عن علقوا الإضراب بسبب تداعيات صحية. يبقى في الحبس أكثر من 300 معتقل، وحديث حتى على 400 معتقل من معتقلي الرأي والحراك، من بينهم 5 نساء. والمتابعات الاعتقالات الأحكام في حق الناشطين مستمرة يوميا، وفي حق الصحفيين فيما تم أمس براءة حكم بالبراءة على الصحفي حميد غمراسة. القاضي حسان تم استدعاؤه اليوم إلى درك
ولايه تيزي وزو، نسمع ما يقوله القاضي حسان الصحفي مدير موقع راديو ام ومغرب ايمرج. السلام عليكم. خرجت غير كيما من فصيله الابحاث تاع بلوكون لا جوندارمري تاع تيزي وزو، فينالمون عطاو لي استدعاء جديد باش نروح مباشره عند قاضي التحقيق تاع الغرفه الاولى في التريبيونال تاع الاربع ناثره يوم الاثنين المقبل. ما عنديش معلومات اكثر على المضمون تاع الملف. الدرك الوطني عطاه لي برك اثبت الهويه تاعي بلي انا حقيقه هو القاضي حسان، وعطى لي استدعاء وسمحوا لي اني نروح مباشره بلا ما نعاود نفوت على الدرك الوطني. اظن سي با اون بريزونطاسيون، نظن بلي هذا مؤشر ايجابي. ربما التعامل تاع قاضي التحقيق معي اصبح اكثر انه تعامل تاع شاهد منه تعامل مع شبيه ولا واحد اكوزي كما كان الامر في بدايه القضيه. انا ماذا بيا نشكر الطاقم تاع المحامين اللي كانوا في استعداد باش يدافعوا عليا اذا كان فيه اون بريزونطاسيون. نشكرهم كثير والطاقم كله من ولاد تيزي وزو. وعندنا موعد يوم الاثنين امام قاضي التحقيق، ماذا بنا ان القضيه هذه تحبس هنا، لانه باش نوصل انا ندافع على روحي امام قاضي التحقيق بلي ما نتابينش الى منظمه ولا حركه ارهابيه. يعني عمري ما كنت نتصور نوصل للدرجه هذه. في بدايه المطاف ما كنتش نتصور انه الناس اللي معنيين بالقضيه هذه التهمه هذه توجه لهم، لانهم لا حتى علاقه مع الارهاب، فقط دافعوا على سجناء الراي تاع ولايه تيزي وزو. من المفروض انه ما هذا العمل ما يكون عنده حتى توابع قضائيه. شكرا. معنا في النقاش الاستاذ زكريا بن الحرش المحامي وعضو هيئه الدفاع المعتقلي الحراك والراي. استاذ، كنا نسمع القاضي حسان ايضا الاضراب الحريه والكرامه، اكثر من 300 معتقل في الحبس، والاحكام المتابعات مثلا اليوم تم الحكم على الناشط محمد الغالي بكاكرة في الواد بستة أشهر سجن نافذة، سيطلق سراحه يوم 26 مارس، يعني الآن فقط يتم الحكم عليه وكان طيلة هذه المدة في الحبس. في سكيكدا مثلا الأستاذ وطالب طالب الدكتوراه توفيق قدوس والناشط في ملف أول تم التماس عام حبس نافذة وخمسين ألف غرامة بتهمة نشر أخبار أو أنباء مغرضة ونفس التهمة، وملف ثاني التماس عام حبس وخمسين ألف غرامة ترويج العمدي لأخبار والنطق سيكون يوم 31 مارس، وقضايا وتقريبا بشكل يومي. في مقابل مثلا تمت إحالة قضية الشرطي السابق في بجاية مولاي زهير ووليد قور ويوسف بوضياف ومجاهد شفيق إلى الجنح بعدما كانوا متهمين بجنايات، مشهد قاتم يوميا. أستاذ زكريا بن الحر. نعم، مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناة المغاربية. أول شيء لنبدأ به، اليوم تمكنت من زيارة بعض المعتقلين في مؤسسة العقابية في الحراج. يعني حقيقة معنوياتهم جد مرتفعة. معنوياتهم مرتفعة بسبب الزيارة الدورية للمحامين لهم، وبسبب علمهم التام بأنهم لم يقترفوا أي جريمة كانت، بسبب إدراكهم أن ملفاتهم والتهم الموجهة لهم هي تهم ملفقة، أن ملفاتهم كلها شارعة. تفضلت المحترم بذكر مجموعة من المتابعات القضائية للمناضلين، ومنهم من كانوا متابعين بنص المادة 87 مكرر على أساس انتمائهم لمنظمة إرهابية بالإضافة إلى أعمال التخريبية، لكن بعد ذلك بعد عرض ملفهم أمام غرفة الاتهام تم إعادة تكييف التهم المتابعين بها على أساس أنها جوك.
وإحالتهم على محكمة الجنح، وكاين منهم من تم تحديد تاريخ المحاكمة، والبعض الآخر ينتظر على أن لا يتعدى 20 يوم. بالتالي الشيء الظاهر خلال هذه المدة بأن النظام تراجع فيما يخص المتابعات المتعلقة بالمادة 87 مكرر نتيجة الإضراب الذي قام به المعتقلين، هذا الذي يعتبر ضغط من الداخل، نتيجة البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، بالإضافة إلى مشاورات حقوق الإنسان وبعض المقررين خواص تابعين مباشرة لمجلس حقوق الإنسان. بالتالي هذا ما يعتبر الضغط الخارجي. إذا نلاحظوا أن النظام في 2018 يعني قرر أنه يتراجع عن الجنايات المتعلقة بالمادة 87، وهذا إيجابي، وهذا كان نتيجة الضغط كما شرحتهم. شيء آخر، أنه كاين في الإدانات من 6 أشهر نافذ إلى سنة. هذه الإدانات تثبت بأن النظام عمره ما راح يقول بأنني أخطأت في حق هذا المعتقلين. على هذا الأساس لتكون الإدانة، لأنه تشوف حتى في المؤسسات العقابية وضعية المعتقلين، هم يعاملون بطريقة خاصة مقارنة بالمسجونين الآخرين، يعني يعاملون بطريقة جيدة. الأماكن المسجونين فيها هي أماكن أحسن نوعا ما، يعني من أماكن يتواجدون فيها المسجونين الآخرين، إلا أنهم حتى وصلاحت اليوم يعانون بعض يعني نوعا ما من ظروف الاحتبال. وكل هذه النقاط تم عرضها على مدير المؤسسة العقابية لتحسين وضعيتهم، إلا أنه لا يثبت المعاملة الحسنة داخل المؤسسة العقابية، لأنهم يعلمون كذلك بأنهم لم يقترفوا أي جريمة، سواء يعني لم يقوموا بأي تجاوز كان. بالتالي نظن أنه كاين فيه مؤشرات إيجابية على أنه قضايا سوف يتم تحديد لها جلسات في أقرب وقت، فإننا أظن أننا لن نشاهد أي محاكمة، وأتمنى ذلك، متعلقة بالجنايات المادة 87 مكرر. يبقى معنا أستاذ زكريا بلحرش. دكتور صيف الإسلام بن بلاطية، تعليق قصير لو سمحت في هذا الموضوع. طبعا يستمر حبس هؤلاء الجزائريين مع اقتراب رمضان، يعني بأجواء المفروض رمضان بالأبعاد الدينية وحتى الأخلاقية، مواطنين جزائريين لم يفعلوا ذنبا، لم ينهبوا مثلا، خرجوا بكل سلمية، عبروا عن رأيهم. والله تكلمنا كثير في هذا الموضوع وناشدنا السلطات يعني التي اتخذت هذه القرارات الخاطئة والظالمة في حق هؤلاء أن تتراجع، يعني أولا لحل هذه الأزمة وتلطيف الأجواء لعل ندخل في حوار سياسي لحل الأزمة السياسية، لكن للأسف السلطة ما زالت ماضية في نفس الطريق، ما زلنا نستمع على استدعاءات، على اعتقالات، على أحكام هنا وهناك، رغم يعني هذه الضغوط الداخلية والخارجية ساهمت في تخفيف من انتقال من جناية إلى جنح، لكن في نفس الوقت هؤلاء لا يستحقوا أن يعني يقضوا كل هذه الفترة في السجون ولا أن يحاكموا بجنح تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وغيرها من التهم. شكرا جزيلا لك دكتور إسلام بنعطي الناشط السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. محفوظ بدروني، تعليق قصير. طبعا لافت أنه هناك سجناء الرأي، ولكن هناك أيضا من سجنوا لأنهم بلغوا عن الفساد، بينما من تورطوا في الفساد بالعكس يتصدرون المشهد ويكافئون. السؤال لي أنا. نعم سؤال لك محفوظ بدرون. نعم نعم، هذا هو نفس السياسة ونفس المنطق الذي تعامل به السلطة، يعني كل يعني مظاهر احتجاج ومظاهر يعني عدم الرضا من قبل الشعب الجزائري وقواه الحية منذ الاستقلال، يعني نفس المنطق، نفس السياسة، نفس الإجراءات فيما يخص التعامل مع الظاهرة السياسية، عوضا أن يكون هناك حوار، يكون هناك انفتاح، هناك حريات، هناك ممارسة حقوق، وإنما يعني يتعامل مع هذه الظاهرة تاع الاحتجاج وعدم الرضا
يعني الطموح الى تغيير نمط الحكم وتسيير شؤون الدوله الى افضل الى الافضل الى ما يقرره اغلبيه الشعب الجزائري بمنطقه او الغاشمه بمنطقه الاستبداد والاجراءات التعسفيه. شكرا جزيلا لك. محفوظ بدروني نائب رئيس جمعيه مكافحه الفساد التي ترفض السلطات ترخيص لها. نسمع الان في المقابل هذا الفيديو من المحامي الإسباني محامي محمد بن حليمة المحتجز في مركز احتجاز للهجرة في مدينة فالنسيا الإسبانية عكس كل الترويجات عن تسليمه إلى الجزائر. Monsieur Ben Halima fui arrêté dans la nuit du 13 au 14 mars dans la ville de Zaragoza. Le commissariat général de la migration et des frontières de la police nationale espagnole a ouvert un dossier de sanction contre lui. Cette même jour, le 14 mars, l'accusant d'une infraction très grave à la loi espagnole sur l'immigration pour participer à des activités contraires à la sécurité nationale ou susceptibles de nuire les relations de l'Espagne avec d'autres pays. M. Ben Halima a demandé l'asile en Espagne en 2019 et que la dite demande n'a pas encore été refusée, de sorte que la dite expulsion ne peut être effectuée tant que les dossiers restent ouverts, les dossiers d'asile. À l'heure actuelle, il n'y a que la proposition du ministère de l'Intérieur visant à refuser son statut de réfugié, mais pas une résolution définitive de refus de la condition d'asile de M. Ben Halima. Il a la possibilité de contacter avec lui et il est en bonne santé. Nous continuerons à suivre sa situation au quotidien grâce à la collaboration de CEAR, une ONG d'aide aux étrangers et aux réfugiés qui travaille à Valencia. Pas être expulsé maintenant tant que la procédure d'expulsion ouverte le 14 mars n'est pas encore terminée et que sa demande d'asile n'a pas été encore rejetée. Nous envisageons également de soumettre des demandes de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l'homme, au Comité des Nations Unies contre la torture et des autres institutions internationales. إذا كان هذا محامي محمد بن حليمة في إسبانيا، هذا الإسباني يتكلم طبعا بالفرنسية. أستاذ زكريا بن الحرش، طبعا هذا المحامي يؤكد أنه مازال بن حليمة في مركز وعن إجراءات قانونية ومساعي لثني السلطات الإسبانية عن ترحيله. في مقابل كان أذرع إعلامية حاولت الترويج بأنه تم تسليمه وحتى تقديمه أمام محكمة في الجزائر. شوف، في الحقيقة على السلطات الإسبانية أن تلتزم بالقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، فمن المفروض أن حتى إسبانيا مصادقة على المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، من المفروض أنها لا تقوم بترحيله على هذا الأساس، لأن القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان يمنع ترحيل أي شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب في بلده. الشيء المؤكد، ماشي هذا برك ما اللي نقوله، مؤكد عن طريق الإدانات الجزائر في المجال حقوق الإنسان من طرف فريق العامل المعني بالاختصاء القطري، عن طريق اللجنة المحلية بمناهضة التعذيب اللي تم فيه إدانة الجزائر العديد من المرات من طرف اللجنة المحلية بحقوق الإنسان. بالتالي الجزائر لا يمكن لها أن تقدم أي ضمانات على أنها سوف توفر محاكمة عادلة للسيد بن حليمة. من المفروض أن عودتنا الدول الأوروبية هي التي دائما تناضل من اجل حقوق الانسان وتعطي احسن صوره لحقوق الانسان، بالتالي فعليها ان لا تقوم بترحيله، لانه يمكن ان يتعرض لتجاوزات هنا في الجزائر، والجزائر لا يمكن لها ان تقدم ضمانات على انها سوف تحترم مبدا المحاكمه العادله ومبدا قرينه البراءه، يعني لو كان الامر غير ذلك فلو تم اطلاق سراح جميع المعتقلين وتوفير لهم محاكمه عادله حقيقيه، والمحاكمه العادله الحقيقيه تكون بناء على القضاء ببراءتهم جميعا وتعويض الذين تم فيه تجاوزات في حقوقهم.
بالتالي فمن المفروض على اظن ان المحامين في المسلمين يكونوا قاموا باجراءات امام الهيئات الدوليه، وهذه الاجراءات هي الزاميه واجباريه حتى يتم إعادة دراسة وضعيته القانونية فيما يخص طالب اللجوء. والشيء أكيد كذلك إذا كان فيه قرار صحيح فهو له الحق أن يطعن فيه أمام المحاكم الإدارية المختصة، وإذا كان القرار ما عجبوش فذلك كاين فيه سبل أخرى من أجل استئناف هذه القرارات. طبعا أمنستي انترناسيونال طبعا دعت السلطات الإسبانية إلى عدم تسليمه لما كنت تقول، ولكن في تجربة محمد عبد الله وحتى ذكر المحامي كان المحامي الإسباني كان يتحدث عن أنه ربط محمد بن حليمة بمحمد عبد الله، ولك المخاوف من تكرار سيناريو محمد عبد الله. شوف الشيء الأكيد أن قضية محمد عبد الله وحسب المعلومات التي أحوز عليها أن قضية محمد عبد الله وقضية بن حليمة هي مختلفة. أظن أن السيد بن حليمة ليس لديه أمر بالقبض الدولي، وبالتالي فمسألته أو مسألة تواجده بالإسبانيا هي مسألة قبول أو رفض اللجوء وسبل الطعن في هذا. طبعا المحامي كنا نسمع إلى المحامي الإسباني كان يقول أنه الملف تاعه مازال قيد الدراسة، لم يصدر قرار حتى من قبل السلطات الإسبانية. جيد، إذا ما يراه في موقف طالب اللجوء، بالتالي طالب اللجوء وفقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين والبروتوكول 1867، بالتالي فهو تحت الحماية الكاملة للسلطات الإسبانية إلى غاية صدور القرار. بعد ذلك يصدر القرار عنده قلت لك حق اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار. إذا فهو ليس في موقف على أن السلطات الجزائرية تطالبه بناء على ملف قضائي وبناء على أمر. طبعا حسب المحامي كنا نسمع المحامي الإسباني كان يقول بأنه الوزارة الداخلية الإسبانية ربطته باعتباره تهديدا مثل ما كانت تعتبر محمد عبد الله تهديدا على أمن إسبانيا، ولهذا رحلته وتتهم بأنها لم تحترم الإجراءات نفسها الإجراءات القانونية الإسبانية. فعلا شوف إسبانيا فيما يخص قضية محمد عبد الله فإنها ارتكبت تجاوز كبير كان عليها أن تحميه باعتبارها عضو في الاتحاد الأوروبي، كان فيه اتفاقيات دولية منها اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، بالتالي كان من المفروض حمايته وأن ترفض تنفيذ المطالب الجزائرية من رحيله إلى الجزائر. ونتيجة ذلك راه متواجد في الجزائر في المؤسسة العقابية بمجموعة من التهم ومجموعة من الملفات. كان أبسط شيء أن تقوم به أن تحمي حقوقه وتنظر في طلب اللجوء حتى إذا كان فيها كيف يمكنني إعادة النظر. هذا الاتفاقيات الدولية الدول أدرى بها جيدا، لأن أي شخص ممكن أن تهدد حياته أو أن تكون حياته في خطر في حال التخلف لا يترحل إلى البلد الذي يطالب به. هل إسبانيا ذكرت تجاوز كبير؟ وأظن أنها سوف تدفع ثمن هذا التجاوز. شكرا لك زكريا بلحرش أستاذ محامي وناشط الحقوقي عضو هيئة الدفاع المعتقلي الرأي، ونعتذر على الخط من المصدر لم يكن واضحا. نشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على نهاية على حسن المتابعة. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.